رخيص. تيجي تشتري حاجة أقل حاجة يقول لك 5 جنيه 10 جنيه، دي أقل حاجة في السوق. إيه رأيك في العرض ده؟ إيه ده بقى؟ رز؟ 5 كيلو، كيلو هدية ب 21 جنيه. آه. طيب يبقى كام كده الكيلو؟ هيطلع ب 3 جنيه 75. ماشي. كده مش غاليش؟ احنا كنا بنجيبه بجنيه ونص. لا انا اقول لك حاجه، لا 3 جنيه ونص. حضرتك عندك مزاد تموين ولا كده؟ اقل من 3 جنيه ونص ده رز في منطقه 8 جنيه ونص. عندك مزاد تموين حضرتك؟ اه. طيب يعني عليها سلع الرز وكافي من الزيت والسكر وبس. طيب السلع الاساسيه متوفره، دي متوفره في التموين. اه احنا عايزين الحاجات التانية اللي بره زي يعني عندك الخضار وعندك اللحمه وعندك الفراخ، كل دون كل دون مش محتاجات اللحمة. طب خلي حضرتك معايا شويه. اللحمه بكام دلوقتي؟ اللحمه ب 40 جنيه يا دكتور. استنى بس استنى بس يا اللحمه اللي هنا دي جوا هنا دي اللي هي بره دي ب 40. كويس ماشي. 40 ده سعر مناسب ولا حاجه شايفاه مش مناسب بالنسبه للناس على قد حالها؟ مش مناسب. لا احنا يعني عيله هتجيب كيلو لحمه ب 40 جنيه وبات الخضار. خلينا نسال سؤال تاني. ماشي اتفضل. واحنا دعمنا للمواطن على 3 محاور. كويس. اول محور بطاقه التموين. حلو. دي فيها ماشي فيها سلع اساسيه اللي هو الزيت والسكر والرز بس. والرز والمكرونه. يعني رز ومكرونه. لا رز ومكرونه. فدي السلع اللي يعني المشهد ده لا يحسب لباسم عوده. المشهد ده يحسب للمواطن. عارف ليه؟ لانه في السنه دي كان المصريين لسه حاسين بالحريه. المصري لسه ده مشهد طبيعي في الدول المحترمه ان المواطن يوقف الوزير كده ويستجوبه ويقول له انت عملت كذا وانت سويت كذا وده ما ينفعنيش وده مش عاجبني، والوزير يقول له حاضر من عينيا، لانه الوزير في الدول المنتخبه المتحضره المتقدمه اللي بتحترم شعوبها بيبقى بيدين بالولاء لهذا المواطن، لانه عارف ان المواطن ده هو اللي حطه في منصبه وان هو لو ما اداش اداء جيد المواطن هيشيله. لكن في الدول المستبدة اللي فيها ديكتاتورية فيها قمع بيبقى الوزير ما بيشتغلش عند المواطن، بيشتغل عند الرئيس اللي عينه أو عند رئيس الحكومة اللي جابه أو عند الجهاز الأمني اللي اختاره على عينه، وبالتالي ما بيفرقش معاه. يطلع هاشتاج مثلا يطالب بإقالة وزيرة الصحة بعد حادثة الحسينية ولا بعد حادثة نقص الأكسجين، لا حياة لمن تنادي، في تنفيض. وحتى الوزير ما يطلعش يعتذر ولا يطلع يقول حاجة، لأنه يعنيه فقط من يدين له بالولاء. فكرة الولاء هنا فرق جامد وكبير بين الدول اللي بتحترم شعوبها والدول اللي لا تحترم شعوبها. باسم عودة شهد له القاصي والداني بالمناسبة بنجاحه في محاربة الفساد في وزارة التموين. شهدوا له بالنجاح في محاربته للغلاء وفي توفير اسطوانات الغاز للمواطنين. قدر يمنع باسم عودة مافيا البنزين والوقود من انها تسيطر عليه وتهربه وتبيعه في السوق السوداء. تعال نفتكر ايه اللي كان بيحصل في الملف ده بالتحديد. انا بناشد وزير التموين السابق، وهو واضح انه كان شخص ناجح. لا معلش يا مصطفى، شغل لي الفيديو ده تاني، عايزين نسمع ساويرس كويس. وزير التموين السابق، وهو واضح انه كان شخص ناجح. طبعا باسم عودة مش محتاج شهادة نجيب ساويرس انه كان شخص ناجح، لان الناس كلها كانت شايفة ده. نجاح باسم عودة في ملف التموين تحديدا كان واضح جدا، وكان في كلام انه عرض عليه منصب ابان الاحداث انه هو يتكلم ويبقى موجود في الحكومة الجديدة بعد الاطاحة بالرئيس محمد مرسي رحمه الله، لكن الرجل رفض. الرجل له موقف، بيخاف على بلده، بيحب بلده، في نفس الوقت كان ممكن اي واحد يقول لك انا مالي، طب ما يلا، لكن ده بيدفع ثمن مواقفه، بيدفع ثمن وطنيته، مواقف كتير غير دي وغيرها من الجهود اللي بذلها عشان يخدم المواطن البسيط ويوصل له الخدمه بكرامه وبدون اهانه. دلوقتي وزير الغلابه محبوس من 7 سنين وبقاله اكتر من 4 سنين ما شافش اسرته، محروم من زيارتهم. باسم عودة محبوس في حبس انفرادي، لما يشتكي قدام المحكمة إنه ممنوع من الزيارة بيتمنع تاني. تعال اسمع باسم عودة وشوف وزير الغلابة بيتعمل فيه إيه. أنا لما أرتكب مخالفة واحدة في السجن كرة مع سنوات بينهم 4 سنين مش كفاية، 4 سنين حبس انفرادي، أكل لوحدي، أنام لوحدي، أصلي فرض ربنا لوحدي، رمضان عدى عليا 4 سنين بفضل واحد، ما معيش حاجة أفضل معايا.
نظامي في الزنزانة بتاعتي بعد ما كلمت حضرتك السنة اللي فاتت وقال لي قدامنا وكبة من الضباط ضباط البحث الجنائي والنظام منهم سيد محمود السجن وسيد رئيس المباحث وقال لي انت بتشتكي في قدام المحكمة انك ما بتظهرش طب انها عنده زيارة 3 شهور عشان تبقى تشتكي تاني للمحكمة هناك يا سيادة المستشار من يتعدى صوتك المحكمة بس مشي السابق مشي يعني حضرتك طلبت يا سيادة المستشار مهما حضرتك ان حضرتك تغاضيت عن الواقعة وان انت لا تعتبر كلامه لا تهديد ليا ولا اهانة للقضاء. السؤال اللي بيلح كل ما تسمع فيديو من الفيديوهات دي هو ليه؟ والمصلحة مين؟ التنكيل والقمع بهذا الشكل. ليه مسجون حتى لو هو مدان باتهامات وهو مفيش تهم بتدين الراجل؟ الراجل يعني راجل عملي، راجل تكنوقراط، عملش حاجة، وزير تموين. ليه بيتم التنكيل بيه حتى لو بيتهم؟ ده المتهم بريء حتى تثبت إدانته. ليه يحرم من رؤية أسرته وولاده؟ ليه زوجته، زوجة الدكتور باسم، تكاد تكون بشكل يومي بتطلب السماح ليها بزيارته والاطمئنان عليه ولا حياة لمن تنادي؟ مين المستفيد في الوطن من بث حالة الكراهية، من تنشئة الأطفال على إنهم بيكرهوا هذا الوطن؟ ابن باسم عودة، ولاده دول هيبقى نظرتهم إيه للبلد؟ وهيسأل الطفل أنا ليه مش عارف أشوف أبويا؟ مين اللي بيعمل كده في مصر؟ لمصلحة مين ما يجري على الأرض في مصر؟ تعال نتعرف كده ونشوف فيديو جراف بيوضح محطات من حياة هذا الرجل، يمكن نحاول نفهم هو إيه اللي بيجرى في مصر وليه بيتم التنكيل بالناس دي بهذا الشكل وليه بيتم بث الكراهية وغرسها في الوطن بهذه الطريقة.